بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نما أنا محمد أبو مهزي بن محمد فيصل dari kelas 5 Fakona. Pada hari ini, Ana akan membacakan sepotong ayat daripada surah An-Nisa, iaitu ayat yang ke-34. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرون في المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهم سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.